هل الإسلاميون في تجربتهم الحالية ديال 4 سنوات خرجوا من منطق هذا الإصلاح؟ واش خرجوا من جبة هذا الإصلاح؟ ولا بقى الإصلاح محكوم بتوابت الإصلاح في منطق الحسن الثاني في العشرية الأخيرة من عمره؟ هذا هو السؤال. ألو إحنا ملي كنتكلموا كيساري كحزب الشراكة المحلي وكفيدرالية فيدرالية اليسار الديمقراطي نقول بأنه هذه الإصلاحات نحن نعتبر بأنها ليست إصلاح حقيقي وليست إصلاح جوهري وليست إصلاح عميق المطلوب. هي بحال واحد السيد عنده واحد لو دوغري ديال العطش، ماشي تمنعوا عليه الماء، تعطيه جغمة الماء ومن بعد كتعاود تعطيه جغمة ومن بعد الى غير ذلك. الو حنا هنا كنقولوا الاستاذ عبد الاله بن كيران، واش ممكن الاصلاح بادوات الافساد؟ هذا سؤال. انت كتقول لنا على واحد المجموعه من الناس بانهم فاسدين وتقدمهم للشعب انهم فاسدين، ثم كتطلع معهم في الحكومه. واش يمكن الحكومه اللي فيها ناس تعتبرونهم فاسدين تحقق الاصلاح؟ كي غدير ليه؟ غير قولوا لي كي غدير ليه. يمكن بالكيران يرد علينا ويقول ما عنديش بدائل، مضطر نتعاون مع هذوك على الاقل باش مستوى الافساد نلجمهم باش يكون مستوى الافساد يبقى في واحد الحدود معينه. في هذه الحاله مزيان ما كاين مشكل. علاش قلتي لناش الاصلاح؟ الاصلاح اكبر من هذه التجربه. ان بالكيران حمل هذه التجربه اكثر مما تحتمل. تحدث عن الاصلاح والحال ان التجربه تركيبتها لا تحتمل الاصلاح، تتعارض مع الاصلاح. قل لنا نحن ندبر كما لو انها حكومه تدبير، هذا في انتظار ان نخلق اغلبيه يمكن هذيك متفقه على الاصلاح. لان شكون اللي قال لك هذوك اللي معك متفقين على الاصلاح؟ زعما نهار اللي تجيهم الاشاره غادي يبقاو مازال يعقلوا عليك. نسأل السؤال الثاني إسلاميا علما بأننا نحترم حزب العدالة والتنمية ونحترم النتائج التي حصل عليها. ماشي حنا تنقولوا دابا لا حزب العدالة والتنمية زور، لا ننظر إلى حزب العدالة والتنمية بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى الأحزاب اللي تصنعات في عهد الحسن الثاني وكذا وكذا وتزورت الانتخابات وكانت كترشي الناس وكانت إلى آخره. بون ما تنقولوش باش نكونوا دقيقين، ولكن كنطرح سؤال. المشروع الإصلاحي للعدالة والتنمية اليوم في الحكومة، هل يمكن يا إخواني، خذوا جميع التجارب في ماليزيا في كذا في لغة، هل يمكن أن يكون هناك مشروع للإصلاح لا ترافقه رافعة فكرية؟ وهذا الرافعة الفكرية تبنى أساسا على الإصلاح الديني. هل يمكن ان تقدموا الاصلاح؟ دابا العداله والتنميه يقولون نريد الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وكذا وكذا. وفي المجال الفكري، في المجال الفكري اللي خصو يكون رافعا الاصلاح، رافعا حقيقيا الاصلاح، وتعلمون بانه المجتمعات اللي تمكنت تحقق ثورات او اصلاحات سبق ذلك واحد النوع من نمو، واحد الرافعه فكريه او واحد نوع من القاعده فكريه. العدالة والتنمية عندما يتعلق الأمر بالقضية الاقتصادية والاجتماعية تقول أنا بغيت نصلح وندير ونفعل ونترك. عندما يتعلق الأمر بالقضايا الفكرية كيولي كائن آخر. هل يمكن يا إخواننا في العدالة والتنمية أن تدافعوا على الإصلاح كمشروع تاريخي وفي نفس الوقت تتدخلوا لحذف حرية المعتقد من الدستور؟ والحال أنه لا يمكن أن يبنى مشروع إصلاحي إذا لم تكن هناك قاطرة أو قاعدة فكرية أساسية مبنية على التنوير.